ما عندكيش طفايه؟ انت ايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ انا صحيح، هو انت متعوده تسيب الباب مفتوح؟ الباب انا ما كنت، اصل هنا الدار امان يعني، ما بهتمش ان انا اقفل الباب غير قبل ما انام. حلو قوي كلمه الامان دي، ناس كتير على فكره ما بتقدرهاش. عارفه اكتر حاجه لفتت انتباهي ليكي ايه؟ اني غريبه قوي، حكايه غريبه وجديده ومختلفه عليا في كل حاجه. انا برضو اللي غريبه؟ ولا انت اللي كل ساعه بحال؟ مره جدع وشهم زي ابطال السيما، بتظهر في الوقت المناسب، مره حنين وطيب عايز تسمع وتطبطب وتواسي، مره دمك تقيل زي السم بترمي الكلام زي الدبش كده، الواحد بيبقى مش عايز يبص في وشك يا اخي. ها انت مين فيهم؟ انا قلت كده برضه، سؤال صعب قوي مش كده؟ ايوه انت هتجيبي الطفايه امتى؟ كده هطفي هنا بس، هنا تروح وتربي عيالك وتاكل عيش وتنسى انك شفتني نهائي. يا عم انا نسيتك خلاص، لا شفتك ولا اعرفك، ربنا يكفينا شرك وشر طريقك. يلا اطلع. ادي يا سيدي الطفايه ومعاها النسكافيه عشان ما تقولش ان انا حرمك من حاجه. شكر. قول لي بقى، مش هترد على سؤالي؟ ولا سؤال صعب فعلا؟ ده خالص لا سؤال صعب ولا حاجه، بالعكس ده سؤال سهل واجابته اسهل. انا لا حنين ولا طيب ولا شهم ولا حتى مدب، كل ما في الموضوع ان انا زي ما انا فتح زدان. ويطلع مين بقى الاستاذ فتحي زدان؟ يهمك تعرفي؟ ما بص بقى يا اخينا، انا من ساعه ما اتعرفت عليك وانا لوك 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 عمال احكي لك عن كل حاجه في حياتي، وانت ما نطقتش بورا كلمه واحده، ما اعرفش اي حاجه عنك. تصدقيني لما اقول لك ان انا مش لاقي كلام احكيه لك عن نفسي. العب غيرها، مش مصدقك. بالعكس انت عندك كلام كتير قوي ونفسك تتكلم وتفضفض، بس يمكن مش واثق فيا. وارد. وارد، وارد جدا، بتحصل عادي في احسن العائلات. انت ايه اللي جابك؟ ابدا، حسيت ان انا عاملتك المره اللي فاتت بسخافه فقلت اجي اعتذر لك. حلو، كلام جميل على فكره. طب انت عارف يعني ايه انك تنزل من بيتك وتركب عربيتك وتسوق وتاخد مشوار طويل عريض لحد ما تيجي على هنا عشان تعتذر لي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بحكم الخبرة الصغيرة قوي ممكن تقول كده انه الانسانة اللي انت رايح لها دي بدت تبقى عندها مكانة حلوة عندك، او 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 حاسس بتأنيب الضمير عشان هو ضايقك فجاي يعتذر لك عشان خاطر يريح ضميره. تأنيب ضمير؟ تاني ضمير فعلا. لا خلي ضميرك بقى يرتاح، يرتاح وينام ويشد اللحاف كمان وراه. على فكره انا مش زعلانه، انا بتكلم بتضحك عليا يا ابني، بقول لك انا مش زعلان. وازعل ليه؟ انت اصلا ما غلطتش، انت عملت ايه اصلا؟ انا كل الحكايه واللي فيها انا كان عندي عشم فظيع جدا ان انا من اول ما اتعرفت عليك ان احنا ممكن نبقى اصحاب، وده ممكن ما يحصلش عادي يعني، مش كل الناس ممكن بتصاحبوا وبيبقوا حبايب. يعني انت مش زعلانه؟ طب عيني في عينك كده؟ بصراحة زعلانة ومفروسة ومتغاظة منك على الآخر. يعني إيه يعني يا أستاذ أنت أبقى مهتمة بيك كل الاهتمام ده وحضرتك مش حاسس وكأنه مفيش أي حاجة بتعاملني بكل برود؟ يعني إيه؟ عارفة يا كرمة، أنا لما دخلت ولقيتك رسمة للصورة دي حسيت إحساس غريب أوي. أول مرة أحس إن حد مهتم بيا، عمري ما حسيت الإحساس ده. عشان كده عودت نفسي إن أنا ما أهتمش بحد. إيه يا أخي الأنانية دي؟ ودي تبقى عيشة؟ إيه الملل اللي أنت فيه ده؟
أنا حياتي صعبة ومليانة مشاكل، ويمكن الأنانية اللي أنت بتتكلمي عليها دي تكتشفي في الآخر إنها تضحية. لا معلش ما وصلتش. أنا عمري ما ارتبطت بحد ولا قربت مني حد ودخلته حياتي، عارفة ليه؟ عشان ما يتأذيش، وساعتها عمري ما هسامح نفسي. طب لو قلت لك إن أنا عايز أقرب منك وعايز أعرف عنك كل حاجة والقرار في الآخر يكون عندنا، يا إما أنفد بجلدي وأهرب من الخطر يا إما أكمل وأجري بك منه، اديني فرصة هتخسر إيه؟ بس دي مش فرصة، دي مكاسفة كبيرة ومش محسوبة، وساعتها هتخسري حاجات كتير، وأول حاجة هتخسريها الأمان اللي أنتي حاسة بيه دلوقتي. طب أنا هقولك على حاجة يمكن ما تصدقنيش، أنا عمري بحياتي ما حسيت بالأمان قبل كده، ولا عمري حسيت بطعم الدنيا غير بعد ما اتعرفت عليك، ولو سمحت ما تسألنيش ليه وإزاي وإمتى، عشان أنا نفسي ما عنديش رد على الأسئلة دي. انا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ حاتم اخويا استاذ فتحي صديق. اهلا استاذ فتحي، اتمنى اني ما كنتش ضايقتك بالمفاجاه الغلسه دي. لا لا مفيش غلاسه ولا حاجه، انا كده كده كنت لازم امشي عشان ورايا حاجات كتير. طيب هوصلك. عن اذنك. مع السلامه. معلش بس علشان ما كنتش عارفه ان هو هيجي. لا ده اخوكي ويجي في اي وقت. انا اللي اسف اذا كنت اتسببت لك في مشكله عشان جيت فجاه كده من غير ما انت بتقولي ده. بس تمام انا استنى. يلا بابا وقف عندك. انت مين وعايز مين؟ انا عايز سيد ريشه. تعرفه؟ قول له غنيمة عشماوي العنتيل. اتحرك وخف نفسك يا عمنا. وخليك كده هنا لحد ما اجيلك. روح في حتة وما رحتش. انت تعالى. انت شيل دي. ايه ده؟ ونم العشماوي بشحمه ولحمه؟ وحشني يا شر خلق الله. ايه مالك؟ مش قادر اصدق. انا قلت برضه ما يجيبكش عندنا الا الشديد القوي. ايه اللي حصل؟ نقعد نرغي بقى لحد ما دم يتصفى. يا سيد معاك حق، مش اصول تبقى بس حد يكون اطرى كده ولا كده. وانا الهوا الفاكر مش تلاش. عم غنيه ما تلاش، احنا عندنا هنا كل يوم في مصيبه. يلا ترن عشان تمسح بسرعه بسرعه. الف سلام عم غنيه. ايه اللي جابك؟ في ايه يا كرم؟ في ناس ان احنا اخوات ولا ايه؟ اخوات؟ ما انت اللي دايما الناس الحكايه دي، تغيب تغيب وما تظهرش غير لما تكون عايز حاجه. طيب وده ليه معنى كبير قوي؟ اني ماليش في الدنيا دي غيرك انت وبس. بعدين هو كويس اني جيت اطمنت عليكي. وعلى فكره الجدع اللي اسمه فتحي ده شكله راجل محترم كده وابن ناس، بس يا ترى جاي ناوي على ايه؟ جواز ولا صحوبيه؟ واوعي تقولي لي انه جاي يترسم، ده حتى هيبقى عيب قوي بعد اللي انا شفته ده. احترم نفسك وانت بتكلمني يا حاتم، ولا انت هتجيب الاحترام منين؟ ما كده الزفت اللي انت بتشربه ده اللي حاسلك دماغك. انت اكتر واحده عارفه انا باخد الزفت ده ليه. لا مش عارفه،
ممكن تعرفني؟ عشان انسى مشاكلي وهمومي وارميها ورا ظهري. وانت فاكر الزفت اللي انت بتاخده ده هيساعدك انك تنسى مشاكلك؟ اه على الاقل بيساعد. حاتم يا حبيبي، انت عشان تحل مشكلتك ما عندكش غير حل واحد بس، انك تفوق لنفسك وتلاقي شغلانه كويسه وتشوف مستقبلك. في يا كارما، انا مش جاي اسمع منك نصيحه فارغه وكلمتين لا اود ولا اجيبه. بعدين انت عارفه كويس قوي انا لو لقيت فرصه قدامي مستحيل اضيعها ابدا. وانت هتشوفها ازاي وانت بتنايل على عينك كده؟ بقولك ايه، ما تسيبك من الكلام ده وخليني في اللي انا جاي عشانه. عايز فلوس طبعا. اه وضروري جدا كمان، ومبلغ محترم احسن مديون لطوب الارض والفلوس اللي معايا مش هتكفي. ما انت اكيد مديون لتجار المخدرات، قاطعين عنك التموين لحد ما تدفع لهم اللي عليك. ما بلاش الاسلوب ده يا كارما، ولو كنت انت كمان مفلسه انا ممكن اقعد معاك يومين ثلاثه كده لغايه لما ادبر اموري واخلص من الديانه. تدبر امورك وتخلص من الديانه ولا تورطني معاك اكتر واكتر في مشاكلك اللي ما بتخلصش؟ انت ايه يا اخي، ايه ما بتتعبش؟ انا زهقت منك اهم، خدهم كلهم مش عايزاهم. واسمعها مني كلمة يا حاتم، الزفت اللي انت فيه ده نهايته وحشة قوي قوي. ربنا ما يحرمني منك يا اختي يا حبيبتي ولا من نصايحك الحلوة دي. وبيسلميلي على الجدع اللي اسمه فتحي. مش اسمه فتحي برضه؟ يلا سلام.